هيحصل الفتره الجايه ما اعرفش انتوا عرفتوا ازاي ولا انتوا بس هو اوريدي يعني في دعم من حد كبير جدا وقدمته طبعا وفي اصوات في الاوبرا بتحب اصيل وطبعا يعني هقدمه الفتره الجايه في حاجه مهمه قوي ان شاء الله وهيبقى اللي اتفرج برده السبب فيها باذن الله الموقع اتفرج لان اصيل مطرب جدير انه واقف على خشبه المسرح لان انا من الناس اللي انا لحنت اللي وقفوا على خشبه المسرح بتاعت الاوبرا كتير وبحب المطربين اللي زي دول وربنا وعدني باصيل فلازم ينزل